يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور والصلاة على الجنائز؟ هل فعله مشروع؟ تخصيص يوم الجمعة لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور ولم يحدد يوما معينا، نعم، لزيارة القبور أو لشهود الجنائز. كذلك حث على تشييع الجنائز ولم يحدد يوما معينا، نعم.